فلسطينية صبعينية قضت معظم حياتها في مقعد الراكب، أما الآن ورغم بلوغها 76 عاما بدأت تتعلم قيادة السيارات بنفسها أملا في أن تحصل على أول رخصة قيادة لها. لنتابع معا. قضت معظم حياتها في مقعد الراكب، لكنها الآن وعند بلوغها 76 عاما بدأت هذه السيدة الفلسطينية السبعينية تتعلم قيادة السيارة أملا في أن تحصل على أول رخصة قيادة لها. الحاجة شلبية البابا، وهي أم لتسعة أبناء وجدة لخمسة وأربعين حفيدا، تتعلم الآن في شوارع الخليل بالضفة الغربية المحتلة كيف تقود هذه السيارة وتتجه ذات اليمين وذات الشمال وتصفها على جانب الطريق تحت إشراف مدربة قيادة. كبيرة في السن وبدي حدا ياخذني ويجيبني ويوديني، لا بدي اخدم نفسي بنفسي، وبشجع كل الحريم اللي مثلي يامي يعمل مثل ما عملت ومثل ما سويت وما اخذت الشهاده، الحمد لله رب العالمين. وتوضح انها اجتازت بالفعل اختبارا نظريا في القياده تقرره السلطات الفلسطينيه، وتامل في الحصول على رخصه قيادتها قريبا. العلم بخلصش عند الانسان يما، واحنا يا بنات فلسطين برا وجوا اللي مش شرطيين واللي في البلاد واللي هنا بنحب ان نقدم لنفسنا اشي قدامنا، يعني ان نظهر حالنا ان نسوان عقد حالنا. واضافت ان قيادتها الهمت نساء اخريات في الخليل للجلوس وراء عجله القياده بانفسهن كي يظهرن للعالم ان النساء الفلسطينيات مستقلات ومتمكنات. ولم يخفي نجم القصراوي مدير مديريه النقل والمواصلات بمحافظه الخليل اعجابه بما تقوم به هذه السيده. تفاجأت أنا بوجود الحجة شلبية في قاعة التهوريا نظرا لكبر سنها. هلا بناء على تعليمات معالي وزير النقل والمواصلات يحق لأي مواطن فلسطيني التقدم لامتحانات العملية والنظرية بعد إجراء الفحوصات الطبية. الست شلبية كانت لائقة صحيا. هلا الشيء الوحيد الملفت كان عمرها اللي هو 76 عام. ضمن القانون وقانون المرور الفلسطيني ما في أي شيء يمنع إنه هي تتقدم. وتحظى الحاجة الشلبية بدعم من حولها وخاصة زوجها سعيد حجازي الذي قال أنه مسرور بما تقوم به زوجته، ووعد بأن يدعمها بكل الإمكانيات المتاحة في هذا الأمر الذي يعتقد أن تعلمه ليس بسيطاً.